اهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على القناة ديالي. كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انني نكون خفيفة ظريفة على قلوبكم. فكيف ما كتشوفوا اليوم غادي نوجدوا مع بعضياتنا واحد المسمن اللي معمر بالكريم باتيسير وتفاح معسل، فكنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير وتحداقوا تنوضوا تكثروا وليداتكم لازواجكم او لكدروا راسكم شي حاجه اللي زوينه وغادي تكون بنينه ولذيذه ديروا بها الكوتي مثلا، علاش لا. فاول حاجه كنحتاجوها وهي ثلاثه الكؤوس ديال الدقيق. انا كندير الدقيق الكامل اللي مغربله منه نخاله، وكندير قطو ديال الفينو، شويه ديال الملحه والماء بطبيعه الحال، وكنعجن العجين ديالي. ماشي بالضروره تستخدموا نتوما العجانه، فتقدروا دغيا تجمعوا العجينه ديالكم بيديكم ودلكوها شي شويه وصافي، كتوجد فريمون تجي عجينه زوينه واكيد غادي تعوض لكم العجين المورقه الا تبعتوا الطريقه ديالي. فحنا تنديروا هاد العجين اللي زويونه وكتجي رطبه، وهانتوما غتشوفوا معايا الفيديو كامل. فهاد الاثناء وحنا كنخليو العجين ديالنا كتعجن، كنجيو هنايا انا درت جوج ديال التفاحات نقيتهم وقطعتهم لقطع صغيره كيفما كتشوفوا معايا. هاد القطع هما اللي غادي نعسلهم ان شاء الله، غير تبعوا معايا الفيديو كامل وغادي تشوفوا. فهاد المسمن فريمون تيجي بنين بزاف ولذيذ، واكيد غادي يعجبكم ويعجب وليداتكم، وغادي يجي ممتع حسن من داكشي اللي تنشريو من الزنقه، وحسن من داكشي اللي ما تنعرفوه كيفاش مداير وكيفاش معجون وكيفاش طايب، واش يدينا نقايه ما نقاياش. فمن الاحسن مره نوجدوا هادشي في الدار ونوجدوا على يدينا وناكلوا وليداتنا شي حاجه اللي تكون نقيقيه وزوينه. فهاد التفاح تنديروه في المقيله، تنزيدوا عليه واحد شويه ديال الزبده كيف ما تشوفوا معايا، شويه ديال الزبده، وتنزيدوا بريسك واحد جوج معالقات ديال السنيده، ما نقويوش بزاف، وتيبقى الذوق زعما تتبقى الحلاوه على حسب الذوق ديال كل واحد. ديما كنقولها الحلاوه كتبقى على حسب الذوق ديال اي انسان، تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا، فهذاك تيكون اختياري. غير المهم اننا نشعلو عافيه تكون مهيله، ما تكونش مهيله بزاف ولكن مهيله شي شويه ماشي مجهده، باش ملي يبدا التفاح ديالنا يتعسل ما غاديش يلصق لينا، اولا داك الكراميل اللي غادي يولي ما يتحرقش لينا في المقله. هذا هو المهم. بالنسبه للعجين ديالنا فهي وجدات كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نقطعوها قطع صغيره يعني نكوروها بحال كيف ما كنكوروا المسمن العادي. هانتوما غادي تشوفوا معايا كيفاش. كندهنوا يدينا بزويته وكنكوروا العجين ديالنا بهذا الشكل على حسب الكويرات اللي نتوما بغيتو ديروهم كبارين بزاف اولا صغارين بزاف، فهذا كيبقى اختياري. بطبيعه الحال ما نساوش التفاح ديالنا ديما اللي حاطين فوق من البوطه باش ما يتحرقش لينا، كنستمروا في التحريك في التحريك في التحريك حتى كنحسوا به دبال مزيان وشرب لينا ديك داك العسيله اللي كتولي فيه باش كيزيد يتعسل العسيله ويتعسل نتوما. دابا كنجيو هنايا باش تنبداو نورقو المسمن ديالنا، غادي نورقوه في الاول بزويته وزبيده بحال المسمن العادي كما كنديرو مع المسمن العادي، تنورقو نحاولو نرققو ما امكن العجين ديالنا. ماشي مشكل الى جاو فيها بعض زعما هكا تقيبات ماشي مشكل، غير اون فوا تتورق كتجي مزيانه. وغادي نديرو الفينو بطبيعه الحال، علاش؟ باش ملي نتنيو العجين ديالنا ونعاودو نورقوه باش نعمروه كيجي بحال العجين المورق عفوا، تيجي هكاك مفروق وزوين، تيجي هكا مفرق لينا. واش فهمتوني كي شنو بغيت نقصد لكم؟ مفرق وتيبان بحال العجين المورق، هو غير عجين ديال المسمن.
كنستمروا في هذه العمليه حتى كنكملوا كاع الكويرات ديالنا بهذا الشكل، نكملوا نورقوهم بزبيده وشويه ديال الزيت ونفرقوهم بالفينو كيف ما قلت لكم. هنايا بعد ما كملنا التوراق ديال المسمن، فانا لقيت ان التفاح ديالي راهو جد وتعسل كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نجي باش نقاد لا كريم باتيسير، فانا كنستعمل هذه بالنكهه ديال الحامض، وانتم تقدروا تستعملوا غير العادي، شوفوا انتم شنو متواجد عندكم في المنزل ديالكم. فانا تندير 3 المعالقات ديال لا كريم باتيسير البودر، وكنضيف عليها واحد 2 معالقات ديال السنيده والحليب بطبيعه الحال. وكيف ما نعاود ثاني نقول لكم باللي السنيده كتبقى اختياريه والحلاوه كتبقى اختياريه ديال اي واحد. دابا غادي نبداو في التعمار ديال المسمن ديالنا. فكيف ما كتشوفوا غادي نسرحوا المسمنة ديالنا اللي ديجا ورقناها، وغادي ندهنوا فيها لا كريم باتيسير، ومن الفوق غادي نلوحوا عليها طريفات ديال التفاح. فما غاديش تندموا بطبيعه الحال، ما غاديش تندموا حيت غايجيو هائلين ورائعين، وغادي تشوفوا معايا النهايه كيفاش غادي يجي المسمن تبارك الله هشيش وغزال ومفرق. فكنستمروا بهذه العمليه حتى كنكملوا كاع المسمنات اللي عندنا، وتقدروا ديروا ليهم اي جمعه بغيتوا. فانا فضلت هذه الجميعه اللي كتجي سهله على شكل الظرف، كتجي سهله وزويونه ايضا. فكنبقاو ندهنوا لا كريم باتيسير وتنضيفوا عليها تفيفيحات مقطعين اللي ديجا عسلناهم فتجي غزالين. كندهنوا عليهم، تنشدوا بيضه نحركوها وندهنوها من الفوق. علاش؟ غير باش داك الكركاع اولا اللوز اولا اي حاجه عندكم، اولا اللوز ايفيلي عندكم في الدار وبغيتو دردروه من الفوق، فعندكم كامل الاختيار. انا كان متواجد عندي الكركاع، قلت علاش لا ما نهرمشوش ونزين به من الفوق وتعطي من الضر زوين بطبيعه الحال. دابا بعد ما قادتينا المسمنات ديالنا، فانا كنسخن الفران مزيان وكنرجعو على درجه حراره 200 للمده اللي كنشوفو فيها المسمن تحمر لينا وطاب لينا مزيان. وهذا هو الشكل النهائي ديال المسمن، كيجي هكا هائل ومحمر وغزال تبارك الله ما شاء الله. غير جربوه ما غاديش تندموا بطبيعه الحال، وشوفوا لداخل الطريقه ديالو كيفاش كتبان وكيفاش كيجي عامر بزيك لا كريم والتفيحات، فريمون تيجي هائل ما غاديش تندموا. مره اخرى تنعاودها لكم، كنتمنى انكم يعجبكم الفيديو وتابوناو عندي، وما تنساوش كنبغيكم بزاف. شكرا بزاف، بيزوات، الله يعاونكم في فيديو جديد قريب ان شاء الله.